سميتي ياسين، تزاديت في واحد العائلة ميسورة. بابا كان رجل أعمال كبير عنده قيمته بين الناس. من نهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا، ونهار درت 6 سنين دخلوني والدي للمدرسة، وبابا دخلني في مدرسة عمومية حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب. حيت خويا الكبير اللي قراوه في مدرسة خاصة ملي كبر ما كانش قادر يدير علاقات مع الناس، يعني ماشي اجتماعي، الشيء اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا. ملي دخلت للمدرسة ما نكتبش عليكم والله يغفر لي، كنت كنحسب راسي حسن من التلاميذ الاخرين. المهم التلاميذ اللي كانوا معايا الطبقات الاجتماعية ديالهم كتختلف ما بين اللي لاباس عليهم بحالي واللي متوسط، الا واحد كان معانا وكان سميتو منير. عمرو ما لبس مزيان، كان ديما كيلبس واحد السروال مقطع من القدام، سوا صيف ولا شتا، ربيع ولا خريف، وشي صباط البلاستيك. وكنت كنضحك عليه بطريقة باسلة، وديما كنطيح له شي هدرة اللي كتنقص من قيمته. اما هو كيشوف فيا وكيبدا يبكي ويمشي في حاله، وكنبداو نضحكوا عليه انا وصحابي. كان ديما جالس الاول وكان قراي بزاف، كنا كنلقبوه بالخواف حيت اي حاجه قالها ليه الاستاذ كينفذها. مهم انا عمرني عقلت على سميتو بسميتو، كنت ديما كنسميه الخواف الخواف الخواف. واحد النهار سولتو بالبساله علاش انت خواف، شاف فيا ومشى وما جاوبنيش. المهم الابتدائي كامل وانا كنشوفو، مره كنجيو في نفس القسم ومره لا، ولكن طريقتي في التعامل معاه ما تبدلاتش. وبمجرد ما سالينا الابتدائي ما بقيتش شفتو، سمعت باللي تسجل في اعدادي ماشي اللي تسجلنا فيه حنايا. داز على هادشي 30 سنه على الصف الاول الابتدائي، وانا في عمري اليوم 36 سنة. بابا هذه 15 سنة باش يشوف الله يرحمه، كانت عندي 21 سنة، ونهار مشى سبحان الله مشى معاه رزقه ورقنا في الكريدي انا وخويا وماما. حدا وسائل النقل المختلفة اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي انا عمرني قريت بحال الناس، حيت ديما كنت كنقول بابا بابا. وصلت الباك وما درت حتى مجهود، وطبعا ما نجحتش، وقررت ننسحب ونوقف الدراسة وانا في عمري 18 عام. ايوا اش غادي ندير، جمعت شوية ديال الفلوس وبديت كنبيع في الحوت كل نهار كيفاش، مرة هكا مرة هكا. المهم قررت نجمع راسي ونتزوج، واخا الله غالب ندي شي بنت الناس تكون درويشة تجمعني وتساند الوالدة في محاين الزمان. تزوجت بواحد جارتنا في 25 سنة، وجبت معاها جوج وليدات، ولدي الكبير سميتو أنوار. ملي دخلتو للابتدائي طبقات المقولة تما تدين وتدان، حيت صحابو كانوا كيضحكوا عليه حيت ما كانش كيشري حلوة بزاف، أدوات بزاف، حوايج بزاف. مهم هادو كانوا جوج دراري خوت، جوج ولاد عمهم من عائلة برجوازية، وخا كانوا صغار كانوا بحال الجنون. ملي كان ولدي كيجي كيبكي كنت كنتفكر منير، كنت كنشوفو بين عينيا وكنت كنلوم راسي حيت أنا السبب في هادشي اللي كيطرى لولدي. عاد فهمت إحساس منير وعلاش كان كيبكي، حيت حس بالنقص وبالعجز، وهذا الإحساس صعيب بزاف. تمنيت الزمان يرجع اللور، نطلب منه السماحة ونرد ليه اعتبار. واحد المرة جا ولدي أنوار كيبكي كيف العادة، هادشي خلاني نفكر نمشي نهدر مع الأستاذ، وداكشي اللي درت مشيت لغت ليه، ولكن تعطلت لقيتهم خارجين والأستاذ مشى. ورالي ولدي هادوك الولاد، مشيت عندهم هدرت معهم بطريقة مؤدبة، ولكن في نفس الوقت كتحمل إنذار
انهم ما يبقوش يقولوا لي شي حاجه. غدا في الصباح كيف العاده فقت في الصباح بكري باش نجيب الحوت اللي نبيع. خرجت وهما يتلقاو ليا واحد جوج من عائلة دوك الولاد، تهموني باللي خلعت ولادهم وشبعوني ضرب لدرجة داروا ليا عاهة انني ما نقدرش نتحرك على رجلي، يعني ما نقدرش نخدم وخصني نرتاح لمدة سنة. رفعت عليهم دعوة ولكن كنت في كل مرة كنفكر نتراجع، حيت انا كنتعامل مع ناس لاباس عليهم اكيد عندهم معارف صحيحة، اما انا مول الحوت شنو نجيب من هاد المحاكم؟ كنت باغي نتراجع ولكن مراتي قالت لي غادي يقولوا عليك جبان، خليك متمسك في الدعوة واللي كتبت تكون. وصلت تاريخ الجلسة، مشيت انا وعائلتي، دخلت وتقبلت معهم وانا كنحس بنقص كبير حيت كنت ضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حد والفلوس اللي كيهدروا في هاد الزمان. بعد ما طرح علي القاضي مجموعة من الأسئلة وبعد ما سمع للشهود وغير ذلك من الإجراءات، صدر الحكم ديالو اللي هو حبس المعتدين 3 شهور وأنهم يعوضوني بواحد المبلغ. اللي قررت الحمد لله نشري بيه دراجة نارية تعاوني في خدمتي بدل ما نتمشى على رجلي، وأكيد هادشي مني غادي نتشافى. فرحت بزاف بالإنصاف من طرف المحكمة حيت الإحساس بالنقص مشى، عرفت باللي الحق هو الحق وباللي واخا ما عنديش الفلوس أنا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت باللي الفلوس عمرهم ما كانوا معيار الإنسانية والخير، ولكن للأسف تأخرت، جرحت قلوب بزاف الناس خاصة منير اللي بكيتو بزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي دايرين بيا، شفت عائلتها دوك الناس كيتدافزوا مع المحامي وما رضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى القاضي برا باش نسولو على كل ما يخص حقي في التعويض. ملي خرج مشيت عندو طرحت عليه بزاف الاسئله اللي كتعلق بالتعويض وجاوبني، خديت منو المعلومات اللي خاصاني. ومني كنت غادي عند عائلتي عيط لي قال لي السياسين تسنى، دورت عند وجهي قال لي باقي جواب واحد مازال ما قلتو، هو انني خواف حيت كنخاف من الله وهادشي اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. الى عجبتكم هاد القصة شاركوها مع اصدقائكم وضغطوا زر الاعجاب وما تنسوش تشتركوا في القناة ديالنا باش تتوصلوا بجديد القصص المعبرة والهادفة.